أنا عماد محسن الدايمي، مواطن تونسي سعيد جدا باستعمالي لكلمة مواطن، باعتبار أنني فقدت مواطنتي 23 سنة أو أكثر، وأنا الآن فخور وسعيد باستعادتها. نحن الآن أمام كلية العلوم، هذه الكلية التي درست فيها، وهي تمثل بالنسبة لي أهم ذكرياتي داخل هذه داخل تونس العاصمة. كانت هي تونسي، وكانت هي كل حياتي كانت في هذه الكلية، وكل علاقاتي وأصدقائي، وهي تمثل بالنسبة لي جزء كبير جدا من ذاكرتي. الجامعة كانت أساسا موقع نضالي، تعلمنا فيه الحياة السياسية، وتعلمنا فيه الاهتمام بالشأن العام، وكنا بالتوازي ندرس بعض الشيء. الحمد لله اللي جمعنا مرة أخرى في هالكلية الممتازة الرائعة اللي شهدنا فيها مع بعضنا لحظات سعيدة من الفرح ولحظات من الشدة والعسر، كنا نصيغ فيها بعفوية الطلبة الأبرياء اللي ممكن التلقائيين اللي حاولوا يصنعوا ويساهموا في صياغة تاريخ بلادهم. مدي ورقة دخلتني على القلب. كان مقر الاتحاد العام التونسي لطلبة النقابة الطلابية التي نشطت فيها، وكان يعج بالحركة دائما وأبدا، كثير جدا من الطلبة الموجودين هنا داخل المقر وخارجه وأمام في الساحة، في هذه الساحة أمام المقر، كنا نتحرك بأعداد كبيرة جدا من الشباب والشابات، الطلبة والطالبات، نعد الملصقات ونعد البيانات ونرتب أمورنا. فكانت هناك نشاط نقابي وطلابي كبير جدا في هذه الكلية. هذه الساحة شهدت حدث كان حدث كبير جدا، وهو حفلة للشيخ إمام، الشيخ إمام عيسى رحمه الله. كانت عنده شعبية كبيرة في تونس، وكان هناك حفل في سنة 90 على ما أعتقد. في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا أبو المفهومية، ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. تعرضت للاعتقال في سنة 91، في 6 يونيو 91، وكنت اعتقلت في مطعم جامعي، كنت أتغدى فيه صحبة أختي فاعتقلت، وتعرضت للسجن أولا للإيقاف ثم التعذيب والسجن. خرجت من السجن بعد 5 أشهر ووجدت نفسي مبحوث عني من جديد، فاضطررت للخروج من البلاد. أنا لو ألخص
العشرين سنة التي قضيتها خارج أرض الوطن أقول أنني حققت إنجازات عديدة جدا ونجاحات كبيرة، وفي نفس الوقت عانيت كثيرا. عانيت من وجودي بعيدا عن أهلي. أذكر فقط للمشاهدين الكرام رقم قد يلخص المعاناة، وهو 38 عيد بين أضحى وفطر بعيد عن أسرتي. أنا الآن بعد استشارة زوجتي وأبنائي قررنا العودة نهائيا إلى البلاد لنغلق قوس التهجير ولنعود إلى أرضنا ولأعود إلى أرضي، إلى حيث أهلي، إلى حيث الفعل الحقيقي، إلى حيث خدمة بلادي بالشكل المباشر بين أهلي وأحبي وأحبتي وأصدقائي، ولكي أوفر لأبنائي مناخا يكبرون فيه بين أهليهم وفي أرضهم، وكي ينبتون نباتا طبيعيا من أرضنا الكريمة.